الجمهور السعودي من الجمهور اللي تشتاقي له، اللي تشتاقين تغنين قدامه، لأن جمهور متفاعل يحب الفن سميع. بهالكلمات وصفت رحمة رياض الجمهور السعودي قبل ما تطلع عليهم في مسرح الظهران إكسبو ضمن فعاليات فورها الشرقية. وبعدين هو يعطيك، يعني أنت تقولون بالسعودية شلون الحي يحيك، فهم هيك يعني. أنا من أطلع على المسرح جربت التجربة الأولى في جدة، وكان لي الشرف والحظ أني أكون الليلة في الشرقية، وإن شاء الله اليوم تكون بعد الليلة غير. وكذا تفاعل الجمهور مع رحمة اللي بتغني للشعب السعودي على أراضيه، واختارت هالليلة فستان أحمر من تصميم توني ورد بميز تشيك بالمنطقة العليا، وهي سمعتهم أجمل الأغاني مثل أنت ملك، الكوكب، منتهى الرقة، أريد الله يسامحني، أريد أقضي العمر، بس تعال، وأغنيتها الرومانسية حاليا أحتاجك. وشكلها بتحضر مفاجأة خاصة لجمهورها في السعودية. هي الحين أغاني جديدة إن شاء الله راح تنزل، راح تسمعي مواضيع جدا جدا حلوة، ويمكن أغنية سعودية ما نعرف. ونقدر نقول إنه رامي جمال ولع المسرح بأغاني اللي رددها مع الجمهور مثل امشي روح، ما تنسنيش، تعدي سنين، حكاية روح، أوعديني، وسقف. شعب انا اكتشفت، انا عارف انتم من زمان اصحاب فن، بس لما الواحد بيقف قدام الجمهور وجها لوجه بيفهم حاجات كتير. انا بقول على الجمهور اللي انا قابلته في جدة، وان شاء الله النهارده نفس الكلام، الجمهور مش بس فنان، لا، جمهور بيغني صح، ودي حاجه هيفهمها اصحابي المطربين، فعشان كده بقول يا بخت الفنان اللي بيقف قدامه. واكثر ما حب الجمهور برامي هو طريقته بغناء الاعمال الرومانسيه، فايش السر خلف هالالهام؟ مراتي، انا عندي زوجتي نريمان، دي انا بعتبرها صديقتي مش زوجتي بس، اكبر حب في حياتي، وست داعمه جدا وصديقة، فيعني ما اعتقدش ان الواحد بيستنى مواصفات اكتر من دي عشان يعرف يبدأ في الاغاني الحب يعني. وختام الحفل كان مع عايض اللي كان متحمس جدا انه يطلع على المسرح ويغني للجمهور. الحمد لله، يعني الى الان ما في يوم طلعت على المسرح وخاب ظني، يعني دائما يعني ان شاء الله اني انا اكون عند حسن ظن الجمهور، ودائما الجمهور عند حسن ظني. باذن الله هذه الليله تكون من ضمن الليالي الناجحه اللي سبق وقدم. وكذا كانت هالحفله تماما، والكيمياء كانت واضحه بينه وبين الجمهور، وقدم لهم ساق العطش، والله ما يرمش، ليه ما تحكي، وكثير من اعماله الخاصه اللي غنى معاه الجمهور لساعات الفجر الاولى. واكيد احنا سالناه اذا كان بيحضر لاي عمل بمناسبه اليوم الوطني. اكيد يعني كل سنه لازم يكون في عمل اليوم الوطني، واصلا مو شرط لازم يكون في اليوم الوطني، يعني كل الايام قابله ان اغني في الوطن، يعني هذا وطن اكيد. فاكيد انه بيكون في، يمكن مو بس عمل، يمكن في شيء ثاني.